الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الحاكم السابق ووالد الحاكم الحالي. فمنذ أكثر من 200 عام تنعم قطر بحكم أسرة آل ثاني، والحاكم اليوم هو عظمة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني. وما زال مجتمع قطر مجتمعاً متمسكاً بالتقاليد العربية الأصيلة، فالمجلس الذي يعقده الحاكم كل يوم مفتوح لجميع رعايا الدولة بلا استثناء، فأي قطري يستطيع أن يقدم للحاكم ملتمساً أو شكوى أو يطلب إنصافاً من جور. ونائب الحاكم وولي العهد هو ابن عمه سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ويعمل الاثنان متكاتفين على أن يجعلا من قطر دولة حديثة بكل ما للكلمة من معنى. ولقد انضمت قطر إلى منظمة الدول المصدرة للنفط، وهي منظمة هدفها أن تضمن حصول الدول الأعضاء فيها على نصيب عادل من ثرواتها الضخمة. إن الثروة التي تحصل عليها قطر من الدخل الذي تجنيه من تصدير النفط تتيح لها إرساء مستقبلها كدولة عربية إسلامية حديثة مستقلة. ويتوافد الناس من جميع الأرجاء إلى قطر حاملين معهم طاقاتهم ومهاراتهم في سبيل المساهمة في بناء هذه الدولة الحديثة المضيافة. القوة، القوة من الغاز الطبيعي من حقل نفط دخان، قوة تحول الماء المالح إلى ماء عذب، وتقطر من البحر مليون جالون من الماء كل يوم. القوة، قوة تولد طاقة تستطيع أن تغير وجه الصحراء إلى الأبد. وفي خلال السنوات العشر الماضية حفر ما يزيد على 1000 بئر ماء، وفجرت الينابيع، وأقيم نظام شامل للري، فما أن يدير المرء الآن صنبوراً حتى ينساب الماء العذب فيروي إنساناً ويبعث الحياة والخضرة في أرض لم تكن قبل سنوات قليلة سوى تلال ممتدة من الرمال لا نبت فيها ولا زرع. وكل هذا التغير قد تحقق في عقد واحد، والتي كانت قبل 10 سنوات أرضا صحراوية لا تكاد تكفل حياة فئة صغيرة من البدو الرحل، أصبحت اليوم أرضا معطاء تصدر الخضروات إلى جاراتها الأقل حظا. We'll be right back.
ثمار جديدة ونبت جديد، جذور جديدة ومسؤوليات جديدة، تجارات جديدة ومهارات جديدة، ووراء كل هذا تشريع جديد.